عن موضوع آخر وهو ما يسمى بالتشو ترانسبلانتيشن، عملية زرع الأعضاء. إحنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة عندنا أخذنا موضوع ما يسمى بالميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس، وذكرنا إنه هذا الميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس لوكيت الجينات مالته موجودة بالكروموسوم نمبر 6. هاي الجينات تفرز أنواع من الجلايكوبروتين، راح تكون على ثلاثة أنواع، راح تكون كلاس 1 موجودة on the surface of all nucleated cell. النوع الثاني الكلاس 2 إنه هذه البروتين موجودة on the surface of antigen presenting cell. والنوع الثالث هو البروتينات مال الكومبلمنت سيستم. اللي همنا احنا هو بالميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس هو عندك النوع الاول والنوع الثاني، الكلاس 1 والكلاس 2. هذول لهم اهميه كبيره في التشو ترانسبلانتيشن. ليش؟ لان هذول في جسم الانسان هذول يعتبرون سيلف انتيجين. الاميون سيستم ما يجي يطخهم ولا يعمل لهم اتاك، لان يعرف انه هذول سيلف انتيجين، يعني هذول انتيجين مال الجسم نفسه. هذول نوت انمي، نوت فورين انتيجين. اوكي، لكن اذا هذا التشو اللي يحوي على هذا الميجر هيستوكومباتيبلتي بروتينز اذا نقلناه هذا التشو الى انذر تشو، فهذول السيلف انتيجين ما راح يتعرف عليهم الجسم الثاني كسيلف انتيجين، وانما راح يتعرف عليهم كفورن انتيجين. فهذا هو التشو ترانسبلانتيشن، انه ملخص مالته انه لازم الميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجين انه نعمل له كومباتيبلتي ما بين الدونر وبين الريسيبيانت، والا راح يتعرف الريسيبيانت على الدونر سيلف انتيجين، يتعرف عليها كفورن انتيجين ويعمل له اتاك ان تيشو ديستركشن، فبالتالي راح يصير عندنا فيلر اوف ذا ترانسبلانتيشن. فراح نتحدث الان على التيشو ترانسبلانتيشن. بالبداية عندنا هناك أنواع، أربعة أنواع من التشو ترانسبلانتيشن. النوع الأول اللي هو ما يسمى بالأوتوغرافت. الأوتوغرافت مثل ما تشاهدوها السهم نفسه، إنه هذا التشو مأخوذ من نفس الشخص. وأفضل مثال عليها هو الجماعة اللي يعانون من الحروق، يعملوا لهم أن أوتوغرافت، يأخذون سكين أوكي من الثاي زين، ويزرعونه في منطقة الحرق. اوكي، فهذا يسمونه اوتوغرافت، يعني ماخوذ من نفس الشخص. النوع الثاني من التشو ترانسبلانتيشن هو اللي يسمى بالايزوغرافت. الايزوغرافت انه هذا فقط يكون الدونر والريسيبيانت يكونون ايدنتيكال توين، لازم يكونون جينيتيكلي ايدنتيكال. اوكي، فهذا موجود بس بالايدنتيكال توين، انه ياخذون تشو من الايدنتيكال توين وينطونه للانذر. النوع الثالث من الجرافت اللي عندنا اللي هو المتعارف علينا والأكثر شيوعاً هو ما يسمى بالألوغرافت. الألوغرافت هذا هو genetically different members of the same species، إنه هي نفس يعني إنسان مع إنسان، عفواً حيوان مع حيوان، أوكي، لكن لازم يكونون الميجر هيستوكومباتيبلتي مالتهم يكون كومباتيبل، أوكي، فيسمونه ألوغرافت. عكسه تماما هو ما يسمى بالزينوغرافت. الزينوغرافت اللي هو عبارة عن graft between different species، مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، عندك هذه قطة وهذه فأرة، وكان أخذوا منا graft وخلونه بالقطة، فهذا يسمونه زينوغرافت. أوكي، زين، هذه اللي تحدثنا عنها أنواع الgraft بالتشو ترانسبلانتيشن، وهذا الملخص مالته تقدرون تقرونه على راحتكم. المشكلة بالتشو ترانسبلانتيشن قلنا أنت عندك دونر وعندك ريسيبيانت. إذا ما عملت لهم ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس كومباتيبلتي، إذا ما عملت لهم تطابق بالأنسجة، راح يصير عندك واحد من اثنان. إما راح يصير عندك جرافت ريجكشن، رأسا هذا التشو will be rejected. ليش؟ انتبه لي كلش مليح. لأن الهوست immune system will react against the graft. أوكي، الإميون سيستم مال الهوست هو اللي راح يهاجم الكرافت، فهذا يسمونه graft rejection. عكسه تماما هو graft versus host reaction، إنه الجرافت immune system زين راح يعمل attack للهوست،
فبالتالي يؤدي أيضا المحصلة إلى graft rejection. فراح نتحدث عن الاثنينات. النوع الأول بالgraft rejection when the host immune system attack the graft. يعني الشخص ال recipient okay will attack the donor tissue. Graft rejection is a complex immune mechanism or immune phenomena that as a response of the host directed against the major histocompatibility of the donor graft. ليش؟ لأن بالدونر هذا الميجر histocompatibility هو self antigen ما يهاجم نفسه، لكن لما يكون هذا الكرافت في داخل جسم آخر فهذه الميجر histocompatibility antigen ما راح يتعرف عليها هذا الريسيبيانت كself antigen، وإنما يتعرف عليها كفورن أنتيجين. ليش؟ لأن ما عملوا مطابقة. The rejection will happen because the major histocompatibility system of the donor مثل ما ذكرنا is different from the recipient, so that both the cell-mediated immunity والantibody-mediated immunity of the recipient will attack the donor transplanted tissue. عندنا أكثر الأنواع اللي تحدث بالgraft rejection الhypersensitivity reaction. عندك type 2 وال 3 وال 4 هذولا الثلاثة reaction راح يعملون الgraft rejection. وعدنا أحد من الشباب شوية المايك ماله مفتوح. أوكي. إذن أكثر مثال على التشو ترانسبلانتيشن هو الكدني. الكدني is the most common transplanted organ. إذن What are the mechanism of graft rejection؟ ليش يحدث الgraft rejection؟ قلنا يحدث الجرافت ريجكشن نتيجة أنه there is incompatibility between the major histocompatibility complex of the donor with the recipient. إيش راح يصير عندنا بالجرافت ريجكشن؟ راح يصير عندنا activation of the immune system اللي هو cellular reaction mediated by the T cell راح تهاجم الجرافت وتعمل له damage. وراح يصير عندنا humoral reaction اللي هي الانتيبادي will also attack the graft وتعمل له rejection. زين لما يصير عندنا graft rejection شنو هي الميكروسكوبيكال بيكتشر اللي راح اشوفها او بصوره بمعنى اخر what are the type of the graft rejection microscopically. عندنا ثلاثه انواع من الجرافت rejection. النوع الاول هو الهايبر اكيوت rejection. من اسمه هايبر اكيوت يعني راسا خلال العملية مثال من ينقلون الكدني من الدونر للريسيبيان رأسا خلال هذه العملية رأسا راح يصير عندنا graft rejection. رأسا تشوف بعد ما يعمل anastomosis للكدني للشخص المستقبل رأسا الكدني راح يصير بها cyanosis وما ما ما تطلع يورين أصلا يعني راح صار بها rejection. فهذا يسمونه hyper acute rejection. إنه it is occur within minutes at the site of transplantation. السبب مالته إنه there is a preformed antibody. هاي الانتيبادي موجودة بالريسيبيانت. Okay. This will bind to the graft endothelium immediately after the transplantation. Imagine هاي الانتيبادي اللي already formed بالريسيبيانت. يقولون إنه ربما إنه هذا الريسيبيانت كان أخذ transplantation من هذا الدونر قديم يعني عنده another transplantation قديم وهذا second transplantation فهوني يزيد chance مال rejection أو أنه يقولون ربما أنه كان أخذ منه blood transfusion هذا recipient كان أخذ blood transfusion from the donor فأيضا تكونت عنده preformed antibody فمن يجون يعملوا له transplantation من هذاك الدونر راح يصير عنده رأسا rejection. Already, the preformed antibody will bind to the graft وتعمل له rejection. For microscopically, إيش راح أشوف؟ راح أشوف type 3 hypersensitivity reaction. راح أشوف immune complex formation. فيصير vasculitis ويصير fibrinoid necrosis and thrombosis.
مثل ما تشاهدوها في هذه الصورة. This is a hyperacute rejection of the kidney showing an endothelial vascular damage. Okay? With the formation of fibrin clot and thrombosis within the glomerular capillary. هذا بالنسبة للهايبراكيد. النوع الثاني من الجرافت ريجكشن هو الريجكشن اللي يحدث خلال يعني بعد أيام من التيشو ترانسبلانتيشن. أوكي؟ يسمونه acute rejection. Occur within a few days after transplantation or after stopping of the immune suppressive therapy of the recipient. المسؤولة عن هذا الريجكشن هي عندك مثل ما قلنا راح تكون الليمفوسايت التي سيل تعمل ديستركشن للجرافت أو ربما الانتيبادي راح تعمل دامج للجرافت. مايكروسكوبيكلي راح يصير عندنا السيلولر ريجكشن مانيفستد باي اكستنسيف كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن. راح كل الليمفوسايت تتجمع ات ذا سايت اوف ذا جرافت زين وتعمل له ديستركشن. وايضا راح يصير عندنا ان انتيبادي رياكشن اللي هي manifested by acute necrotizing vasculitis and thrombosis أيضا. مثل ما تلاحظون قلنا بالacute rejection يحدث خلال أيام. ليش يحدث هذا بعدين خلال أيام؟ مو كل الأشخاص وإنما لبعض الأشخاص لما يصير عندهم أنه الريسيبيانت نوقف إعطائه الإميون سبريسيف درج. ليش إحنا ننطينه إميون سبريسيف درج للريسيبيانت؟ حتى نضعف الاميونيتي مالته حتى ننطي مجال للدونر تيشو انه يستقر. اوكي فننطي الريسيبيانت اميون سبريسيف حتى لا تعمل اتاك للدونر كرافت. بعض الاشخاص من توقف الاميون سبريسنت ثيرابي الاميون سيستم مالتهم راح يرجع ري اكتيفيتد فيعمل اتاك للدونر كرافت حتى يعني بالرغم من انه هي من الميجر هيستو كومباتيبلتي مالتهم كومباتيبل. اوكي فهذا يحدث ايضا في بعض الحالات. وهي هي المايكروسكوبيكال بيكتشر اوف اكيوت ريجكشن اوف ذا كيدني. مثل ما تلاحظون بالسهم انه هذا الانترستيشيوم كلته انفلتريتد باي تي ليمفوسايت. And this is another picture of acute rejection. ايضا مثل ما تلاحظون انه التي ليمفوسايت كلتها موجوده within the interstitium of the renal tubules. النوع الاخر من الريجكشن اللي هو الريجكشن يحدث خلال اشهر الى سنوات. ربما تعبر العشر سنوات يقول لك مثلا هذا الشخص والله كان عمل رينال ترانسبلانتيشن صار له عشر سنوات وأسا يلا صار عنده ريجكشن. اوكي هذا النوع من الريجكشن سببه هو التي سيل رياكشن. هوني الانتيبادي ما لها دخل. الانتيبادي كان لها دور بالهايبر اكيوت ريجكشن وبالاكيوت ريجكشن. لكن بالكرونيك ريجكشن فقط عندك التي سيل هي اللي كانت مسؤوله عن الكرونيك ريجكشن. They will secrete its cytokine وتعمل تشو destruction. فمايكروسكوبيكلي ايش راح يظهر هذا؟ يظهر على شكل thickening of the wall of the blood vessel. انه يصير عندك fibrosis of the wall of the blood vessel. فمن صار عندنا fibrosis of the wall of the blood vessel راح ينتهي اخر شيء بانه يصير complete occlusion of the blood vessel. فايش يصير عندك؟ راح يصير عندك ischemia of the donor craft. فبالتالي يصير rejection. لكن هذا الفايبروسيس مال البلد فيزل وول يحتاج الى سنوات ولهذا قلنا يسمونه chronic rejection لان ربما يحتاج الى تقريب 10 سنوات يلا يصير occlusion بالwall of this blood vessel فتنتهي بالdonor craft rejection. وايضا هذا ما يحدث بكل الاشخاص وانما ايضا لبعض الاشخاص. This is the microscopical picture of renal tissue in patient with chronic rejection. مثل ما تلاحظون انه there is fibrosis within the interstitium. هذا كله البينك كلر كله عباره عن fibrosis وهذول النقط الزرقاء هي كلها عباره عن التي ليمفوسايت. هون ايش تلاحظ الفايبروسيس؟ ايضا شمل الجلوميرولاي. هذول الدوائر اوكي اللي تشوفوها هي كلها عباره عن جلوميرولاي. بالأكيوت والهايبر أكيوت ريجكشن إذا تذكرون الصور السابقة الجلوميرولاي ما كان بيها كل شيء. هوني لا. هوني بالكرونيك ريجكشن من صار أوكلوجن أوف ذا وول أوف ذا بلود فيزل بالجلوميرولاي وبالإنترستيشيوم انتهت كلتها بالفايبروسيس. أوكي؟ فصار عندنا الكرونيك ريجكشن.
هذا بالنسبة لموضوع الريجكشن. زين، أنا شلون أطيق أعمل أو أزيد من الجرافت سيرفايفل؟ أول شيء قلناه إنه نعمل كومباتيبلتي للأجل أي between the donor and between the recipient. هاي أول نقطة حتى أقلل الجرافت ريجكشن. النقطة الثانية إنه أعطي immune suppressant drug للريسيبيان حتى شوية أخفض الإميونيتي مالته حتى لا تعمل أتاك للكرافت. أوكي، بانطينو إميون سابريسنت. حالياً عايستخدمون نوع من الإميون سابريسنت اللي هي أن أنتي ثايموسايت أنتي بودي، أيضاً ينطوها حتى تقلل نسبة الكرافت ريجيكشن وتزيد الكرافت سيرفايفل. خلصنا من النوع الأول من الجرافت ريجكشن، هو النوع اللي الريسيبيانت إميون سيستم أتاك ذا دونر كرافت. النوع الثاني هو when the donor craft attack the recipient. أوكي، يعني بالعكس، يعني فوقات ما أنه هو هذا الكرافت يجي يدخل بداخل الريسيبيانت، فوقات ما دخل هو بينه، فوقات ما هالمرة الإميونيتي مال هذا الكرافت تعمل أتاك للريسيبيان، المرة تدمره بعد بالأكثر. أوكي؟ إذن in this situation an immunologically competent cell and their precursor اللي موجودة بالدونر تشو، أوكي، will attack the immune compromised recipient tissue and the transferred cell recognize the antigen in the host فتعمل له destruction. هذا النوع من الريجكشن ايضا ربما يكون اكيوت وربما يكون كرونيك. اكثر انواع الجراف فيرسس هوست ريجكشن هو يحدث بالبون مارو ترانسبلانتيشن وبالسوليد اورجان اللي هي بيها ريتش ان ذا ليمفويد تيشو. بالبون مارو ترانسبلانتيشن المتعارف علينا انه دائما ذا ريسيبيانت بون مارو شود بي ديسترويد باي radiation and by cytotoxic drug قبل ما ينطونه الدونر بون مارو. اوكي، فايش راح يصير هذا الريسيبيانت بون مارو؟ راح يصير ان اميون ديفيشنت، ما عنده نهائيا اميونيتي. فايش راح عندك راح يحدث؟ الدونر بون مارو الاميونيتي مالته قويه، لما راح تدخل بالبون مارو مال الريسيبيانت اللي هي الاميونيتي مالته كلش ديفيشنت، تقوم ايش تعمل؟ تعمل بالعكس، تقوم الدونر اميون سيستم اتاك ذا ريسيبيانت اميون سيستم. اوكي، فيدمر الجسم. هذا التدمير ايضا راح يكون عن طريق الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن سواء كان تايب 2 تايب 3 او تايب 4. The main cell that is involved with the graft versus host reaction للاشخاص اللي عملوا لهم البون مارو ترانسبلانتيشن الدونر اميون سيستم will attack the highly activated and proliferated cell of the recipient tissue اللي هي مني خاصة عندك الـ GIT. فالشخص راح رأساً يعاني من nausea and vomiting. It will attack the keratinocyte مال السكن، فالشخص راح يعاني من skin rash. It will attack the hepatocyte لأن أيضاً هي تكون proliferating cell، فراح يصير عنده الشخص jaundice. فهي الكلينيكال مانيفستيشن اوف بيشنت وين ذير از جرافت فيرسس هوست ديزيز، اي وين ذا جرافت اميون سيستم اتاك ذا ريسيبيانت تيشو، راح يصير عنده نوزيا وفوميتنج وراسا سكن راش بالاضافه الى الجوندس. عشان نقلل من الجرافت فيرسس هوست ديزيز نفس الفكره مال الجرافت ريجكشن، انه اعمل اجل اي تايبنج، وثانيا عندك الدونر تي سيل انه اعمل له depletion before the bone marrow transplantation. يعني هوني ايش راح نعمل؟ راح ننطي immune suppressant للدونر وليس فقط للريسيبيانت. احنا المتعارف عليه انه الريسيبيانت انطونه immune suppressant، هوني لا، هوني الدونر ايضا انطونه immune suppressant حتى الدونر immune tissue ما يعمل attack للريسيبيانت، فبالتالي يصير minimization بالgraft rejection. خلصنا المحاضرة الأولى، راح نعطيك